بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم من قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.